فيكم من جديد مشاهدينا، وارحب مجددا بضيفتي السيده فيرا يمين. اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا فيك حبيبتي فيرا. خليني ابدا من العماد الاساسي للبلد. الجيش، الجيش اللبناني. الجيش اللبناني، يعني اول شيء بحكي معك كمواطنه لبنانيه، بحكي معك كبنت بيئه سياسيه بتعرف شو يعني الجيش اللبناني، وبحكي معك كفريق سياسي وزير الدفاع ينتمي صحيح لا له. خلينا صحيح. يعني مثل ما بدك خلط الامور ببعضها، بس خلينا نفوت بهذا المحور بالتحديد. الجيش اللبناني، الجيش اللبناني اليوم يتعرض لحمله شعواء، والاصعب من هيك لما نقول كلمه اكبر، انه على الرغم من كل الاثباتات يلي قدمتها قياده الجيش بلجنة الدفاع وكل الكلام الذي قيل، وحتى اليوم قيادة الجيش يعني عن الجيش قايل انه بعد في افلام اكثر واشد قسوة واشد تعبيرا من يلي عرضوها، وبيتحفظوا عنا حفاظا على كرامة الشهداء، حفاظا على كرامة الذين سقطوا على مذبحة صيدا اذا فينا نقول. طيب ما بعرف كيف بيصير منطق الامور بهيك وضع. يعني شو اول شيء اذا بدك منسمن قياده الجيش على هالرقي اللي عم تتعاطى معه، لانه هي بالنهايه قدام هذا المشهد المروع الذي استهدف الجيش اللبناني بعبره، ومثل ما قلتي حضرتك من شوي انه الجيش عم بيتم استهدافه، علما انه استهداف الجيش لم يبدا صحيح. يعني منذ احداث صيدا او عبره، يعني نحن قلنا على مر سنوات عم نشهد وعم نشاهد مسلسل واضح وصريح لاستهداف الجيش اللبناني تبعا للمرسوم للمنطقه، لانه اذا هيك بنرجع بالذاكره سريعا لورا من ايام وزير الخارجيه الاسبق الامريكي كولين باول، كان في قرار امريكي بتغيير عقيده الجيش، اذا استهداف الجيش بعائدته هو استمرار للقرار الدولي بعدم تسليح هذا الجيش، اذا اضعافه من السلاح وضرب جوهر قضيته، وبالتالي يعني انه شو بنكون عملنا؟ بنكون قضينا على هذه المؤسسه العسكريه التي لا تزال الى اليوم وستبقى طبعا ان شاء الله هي صمام الامان الوحيد لمختلف الاطياف اللبنانيه، او هكذا نعتقد، لانه حقيقه ست سمر فوجئنا بالمعنى السلبي انه هناك من يضمر هذا الكم من الشر وهذا الكم من السلبيه للمؤسسه العسكريه. اذا بدنا نجي نقرشها هذا الضمير السيء، اذا بدنا نعرشه شوي شوي، يعني كمان في حدا ممكن يقول لك انه ما في دخان بلا نار، ليش هالقد بده يكون في هيدي الكميه من الحقد والشر على الجيش؟ طبعا لانه نحن يعني اليوم مثل ما تفضلتي وقلتي ست فيرا القصه قديمه، انا انت رجعتينا لكولين باول، انا بدي اروح الى الامس القريب من وقت اللي بلشوا بعض النواب يتطاولوا على الجيش اللبناني، وما بعرف هون كمان بين هلالين ما حدا ردوا طبعا هون كمان في مشكله بهذا الموضوع. من وقت اللي بلشوا معين المرعبي وخالد الظاهري يتطاولوا على الجيش اللبناني، يعني وغيروا، يعني شو المشكله برايك؟ يعني هلا عم نعمل تحليل نفسي طبعا صرنا. لا بتذكر كمان حكينا على هالبلاتو بهذا الموضوع، ومن يوم ما قلت لك انا لو هن بينتموا لكتله نيابيه انه باليوم الاول بيقولوا لك نحن بكتله لبنان اولا، باليوم الثاني بيقولوا نحن بكتله المستقبل اللي هي تنضوي تحت على العنوان الاكبر اللي هو كتله لبنان اولا، اذا هناك من يترأس هذه الكتله، او انه بيقلنا بدل ما نسمع اخبار من مجلس ومن اجتماع وانه هيدا نهر الثاني وهيدا الشتم الثالث والى ما هنالك، لحتى يصير في تجميل للصوره بالعمل السياسي، لما بيكون في التزام بتيار او بحزب او بكتله نيابيه هناك قرار يتم الالتزام به، والا فيتخذ الاجراء الطبيعي بحق من لم يلتزم مرارا وتكرارا، يعني مش مره واثنين وثلاثه. يعني انت تصوري اليوم نحن لما بنحكي عن الجيش اللبناني اول شيء شو بيجي ببالك؟ عكار. صحيح، عكار لان خزين الجيش اللبناني، فكيف بمن يدعون انهم يمثلون عكار بيوصلوا ليوم من الايام من حوالي السنه تقريبا يطالبون بتحرير عكار من الجيش؟ يعني اذا هناك مؤامره او خطه ممنهجه لضرب الجيش. قد يسارع البعض يقول انا ما بتبنى هيدا الخطاب، مش المطلوب ما تتبنى الخطاب، ما تتبنى صاحب الخطاب لحتى يصير هو اعزل
يعني أعزل من قدرته اللي عم بتحصله ربما لحتى يقول طيب هذا الخطاب. لما بيقصر الرئيس صاحب هذا الخطاب أو رئيس كتلة المستقبل أو رئيس تيار المستقبل من يعني وضعه، هل هالناس الذين ينضوون تحت لوائه عند حدهم مش لازم يكون في حدا تاني عم ياخد هيدي الخطوة؟ يعني هون نطرح السؤال، ليش قيادة الجيش ما أخذت خطوة بهذا الموضوع؟ ليش فخامة الرئيس ما أخذ خطوة بهذا الإطار؟ يعني اليوم فخامة الرئيس شتم من قبل النائب عاصم أنسو، طلب برفع الحصانة وسار بهذه الدعوة. في شاب صغير اليوم في جيش عم يتجرح، يعني صار أشهر ربما من كل النواب اللي معظم الأحيان ما بننسى ربما أسمائهم. فبالتالي اللي قلتي إذا بدك سمر، الشق الثاني من السؤال هو الأداء، خصوصا أنه رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي هو كان قائد سابق للجيش ومرق بعهده أو بعهد قيادته الجيش بأصعب المراحل وبأصعب المفاصل، وتحديدا بنهر البارد، لأنه الجيش ما بيقدر ياخذ أي قرار إذا لم يغطى سياسيا بالمعنى الفعلي. وأكثر من مرة قيادة الجيش كانت عم بتحذر أو بتدعو ولو بخفر إلى رفع الحصانة عن ذاك أو ذلك، ولكن القرار السياسي ما كان عم بيخدمها. حتى إذا بنرجع بالذكرى سريعا لأحداث صيدا، قبل ما اعتدى ما يسمى بأحمد الأسير على الجيش وسقط منه شهداء ضباط وجنود، كان في صورة نشرتها معظم وسائل الإعلام والصحف لما كانوا مرئين بمسيرة أو تظاهرة أو سميها اللي بدك إياه، وفي جنود للجيش اللبناني على ملالاتهم عم بتفرجوا عليه. بوقتها الناس انوجعوا على الجيش، بس ما كان هيك حقيقة الأمر. معلش يعني الناس انغشت بهيدي الصورة وأوضحت قيادة الجيش هذا الموضوع، ما كان هيك حقيقة الأمر. كانوا ناس عم بتم، يعني كان عم بتم بهذا الوقت عملية سحب مسلحين. طيب شو اللي عم بقول لك؟ إذا حتى نشر هذه الصورة حتى الملتبس ترك انطباع غير مطمئن عند الناس، لأنه دائما أنا قلت لهم أكثر، يعني حكينا أكثر من مرة بهذا الموضوع، إنه إذا هناك من غطاء فعلي للجيش اللبناني هو الغطاء الشعبي. أنت شوفي بين هذه الصورة الملتبسة وما بين ما تم باليوم التالي تحت عنوان هذه الصورة، لأنه اعتبروها يمكن بمحل معين أنه نقطة ضعف، فإذا بهؤلاء الإرهابيين أخذوا القرار، يعني قرار ربما يمكن حدا دفعهم عليه أكثر فأكثر، لأنه بتشوفي كيف مرتبط بالساحة القطرية وبالساحة المصرية. فبالتالي اليوم الثاني كان الشعب اللبناني كله عم بيغني بالمعنى الفعلي، وجدانيا وعاطفيا وذهنيا وعقليا للجيش اللبناني، وهيدا بيكرس أكثر فأكثر يعني إذا بدك السؤال ليش هالقد خايفين من الجيش، وليش هالقد عم بيطاولوا على الجيش، وليش هالقد مطلوب ضرب الجيش وضرب هذا المثلث الذي نحتفل بصموده وبانتصاره اليوم، وهو الجيش الشعب والمقاومة. لأنه كانت الرهانات ربما رهانات مصرية رهانات سورية، كل هذه الرهانات سقطت بدل ارتباك على المشهد الداخلي، فإذا لابد من زيادة التصويب على الجيش، مش التصويب، لأنه مثل ما قلنا أنت وأنا من شوي التصويب مبلش من سنوات، ولكن زيادة التصويب على هالمؤسسة العسكرية. أنت تصوري بعد ما عرض الفيلم بجلسة الأربعة النيابية وكان الارتباك على معظم نواب 14 أدار، وبالرغم من هذه أو هذا الدليل الذي دحض كل الأقاويل، وأنا بعتقد يمكن ما كان لازم أساساً ينعرض الدليل، لأن الجيش قام بواجباته التي تحفظ هيبة المؤسسة وأمن المواطن، وبالتالي بعد كل ما عرض بيقوم رئيس كتلة المستقبل أو عفواً رئيس كتلة لبنان أولاً الرئيس السابق فؤاد السنيورة من جديد بيصرح بضرورة معرفة ما حصل في عبرة. ما عم بفهم يعني شو معرفة ما حصل؟ لا هلا تغيرت الوجهة، لا صارت الوجهة، صارت الوجهة السؤال، صارت الوجهة هي السؤال عن مشاركة حزب الله يعني مع الجيش اللبناني في هذه العملية. هلا هنيك صابب الموضوع، هذيك القصة يعني هيدي فيها إهانة يعني أكبر للجيش، بلشوا يطلعوا من الأرض بمعزل عن المقاومة وحزب الله. خلينا نركز تحديدا على الجيش. أنا لما بقول الجيش ما انتصر تا
تمت مساعدته كون عم بهين الجيش. لما بقول الجيش ما قدر وصل للنتيجة اللي وصل لها لولا ما ساعدوه كون عم بهين الجيش، علما أنه نحن الذين نرتكز بكل حين إلى بيانات قيادة الجيش. قيادة الجيش أصدرت أكثر من بيان بتأكد أنه ما صار في أي تدخل إلى جانب الجيش بموضوع صيدا. وحزب الله بالتالي كمان معروف عنه مصداقيته بالتعاطي، إن كنتي معه أو كنتي ضده، إن كنتي معه للآخر أو لديك بعض التحفظات عليه. معروف أنه السيد نصر الله ما عنده شيء إلا ما بيقوله بشكل واضح وصريح يدافع عنه وبيتم من بعد النقاش حوله. إذن إهانة للجيش أن نصادر منه انتصاره ونعزو هذا الانتصار إلى مساعدة أي أحد كان آخر، علما أنه ليك وين وصلنا، ليك هالزمن الرديء اللي وصلنا له. إذا حدا ساعد الجيش، علما أنه ما تمت مساعدته، بس عم بقول إذا حدا ساعد الجيش بات خائنا، وإذا حدا اعتدى على الجيش بات مضطهدا. لا يعني أنه هيدي كمان المعادلة بيسوى نشوفها ونقريها بعين شوي من الوعي ومن الحس الوطني إذا كنا لا نزال نملك هذا الحس. طيب خلينا نرجع إلى موضوع أحمد الأسير. نعم، صيغت كتير كلمات وعم نسمع كتير بالصحف وفي كتير علامات استفهام حول مين عمل هذه الحالة بالأساس، من احتضن هذه الحالة بالأساس، وشو اللي وصلنا لهون، واليوم الجميع غسل يده من أحمد الأسير. نعم، سمعنا خطاب مجد اليون، سمعنا خطاب كواليتي إن بي طرابلس، سمعنا كلام الرئيس سنيورة، قلنا يومين عم نسمع كلام نواب 14 أدار وكتلة المستقبل. نعم، بالتحديد حول هذا الأمر. في عندك معادلة بتقول إنه من صنع الأسير هو حزب الله، لأنه هذا السلاح يستوجب أو أوجب أن يقوم مقابله هذا السلاح. نعم، قبل ما أوصل لهيدي النقطة اللي عن جد باتت يعني مستهجنة بشكل كتير كبير، أنا بدي أقول شغلي إن نحن قلنا تقريبا من 2005، يعني من بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وعم بيوضعوا اللبنانيين قدام خيارين إذا مننتبه بالإعلام بالواقع عمليا نظريا اللي بدك إيه، إنه اقبلوا بهذا الشكل لأنه إذا خيرته فالبديل هو التطرف. إذن بدي أشوف من المستفيد من هذا الموضوع اللي عم بيحطنا دايما قدام سكينتين، سكين صغيرة أو سكين كبيرة. فبالتالي أن يخير الشعب اللبناني بين خيارين لا ثالث لهما ما فيهن منطق الدولة، هذا أمر مخيف. علما أنه ما بدي بس يعني يصير الحديث وكأنه عم بيشبه نوع من الاتهام أو التخوين في الداخل. الأسير وما لف لفه ومن لف لفه هو امتداد لظاهرة الأصولية على مدى الخريطة العربية أو على كامل الخريطة العربية تحت عنوان ما يسمى بالربيع العربي الذي قال عنه بالأمس القريب غبطة البطريرك الراعي أنه شتاء عربي. يعني منشوف قبل ثورة مصر كانوا الأخوان المسلمين أو المتطرفين أو يعني عندك مصطلحات عديدة كانوا بالفي، فإذا بثورة مصر وما أنتجته قبل أن يأيدها ثوار مصر اليوم طلعتهم من الفي على الضوء. هيدا بدأ يكون عندها امتداداتها بمختلف المناطق العربية، وهو أحد امتداداتها الصغيرة أحمد. طيب بس هذه الحالات بحاجة لاحتضان، بحاجة لبيئة حاضنة، ما فيها تعيش الحالة. أنا عم بحكي بالتحديد فيرا عن الداخل اللبناني، عم بحكي بالتحديد عن الداخل اللبناني. اليوم مقسوم الرأي العام، اليوم في فريق بيقول أنه النائبة بهية الحريري وتيار المستقبل هي من صنعت هذه الحالة، وهن يلي احتضنوه، وهن يلي وزعوه. الرأي العام اللبناني بالمقابل، هناك بالمقابل من يقول أنه لا، هي أكثر المتضررين لأنه أحمد الأسير سحب البساط من تحت إجريه وسحب له شعبيته، وحتى موظفين بيته صاروا يصلوا وراء أحمد الأسير. يعني طيب انه بالنهايه بالصدفه يكونوا موظفي بيته يصيروا وراء احمد الاسير لو ما كان في ايجابيه الحديث عن احمد الاسير داخل البيت، والا بالتالي لكن قياده هذا البيت يعني قياده مضطربه او مرتبكه الى حد ما، وهذا ما بنقبله يعني على السيده بهيه الحريري. فبالتالي هذا السؤال بينطرح، لماذا اذا غادروا البيت باتجاه الاسير؟ بركي غادروا باتجاه البيت الاكبر. بعدين انت بدي اقول لك شغله ست سمر، عم بتقولي جزء من الراي العام،
على كل حال الرأي العام اللبناني كتر خير الله بمعزل عن اصطفافات، وبلحظة صغيرة ممكن تخضي عنده الفكر، ومنسوب الوعي عم بيزيد كتير، وهذا نحن عم نلمسه يعني بنقاشاتنا بمجالسنا. اللي أنا بس كنت يعني عم بسأله، كلنا يتذكر سنة 2007 تصريح النائب وليد جنبلاط عن جند الشام أنهم جند الست بهية، هذا هو حليفهم وأكثر من يعرف بهم وأكثر من هو مرتبط معهم بعلاقة بيتية وشخصية إذا بدك، هو اللي قال. فإنه ليش ساعتها أنا ألام، أنا مش كأنا يعني أنا الآن العام ألام إذا قلت هذا الحديث، بينما أنا مرتكزة بجزء منه على مواقف وتصريحات لحليف وصديق كبير لألون، هو النائب وليد جنبلاط حينما سمى بالاسم جند الشام أنهم جند الست بهية. وأنا برجع بقلك لما ما بيكونوا راضيين يرفعوا الغطاء عن ما يسموا بالنواب اللي كل يوم بعد يوم بيتطاولوا على الجيش، وإلا المطلوب أنه أنا بسرب من اجتماع بيتي ما قلته لهذا النائب لحتى ضيت صفحتي، بس بذات الوقت مثل ما بيقولوا يعني بضحك بتمي وبغمز بعيني لحتى هو يرجع يكفي بمهمته بما يشبه توزيع الأدوار أو أوركسترا راكبة يعني صار اللبناني محترفها. بدي أرجع إلى نقطة أساسية بس اللي هي الشقة الثانية ست سمر قلتي لحتى ما يبين أنه نركز عليه، لأنه الموضوع أنه هذا السلاح ولد هذا السلاح. أنا لليوم اللي عرفت أنه سلاح حزب الله من سنة 47، لأنه سلاح حزب الله هو اللي ولد قرار المجتمع الدولي باغتصاب الأرض بفلسطين المحتلة ووصول كيان صهيوني إلى الأرض. لو ما في سلاح حزب الله بال 47 ما اغتصبت الأرض بال 48، وهذا السلاح من سنة 47 وصل للنكبة فالنكسة فالسلاح المنتشر بالمخيمات الفلسطينية وخارج المخيمات بلبنان. مش معقول إهانة ذاكرة المواطن اللبناني بهالشكل ووعي المواطن اللبناني بهالشكل. سلاح حزب الله هو سلاح المقاومة التي بدأت مدنية ومن ثم تشكيل من مختلف الأطياف المقاومة، والحمد لله بعدين بالرغم يمكن من رغبتنا إذا بدك أنا كمدنية وكمسيحية علمانية يمكن يكون أنه عندي رغبة كتير كبيرة أنه يكون سلاح المقاومة للكل، بس هيدي رغبة غنائية فيما الواقعية تقول أنه حينما توحد هذا السلاح تحت راية حزب الله حقق التحرير سنة 2000 وحقق الانتصار سنة 2006. فلهالسبب أنا عم بقلك حاجة يعني هينو ذاكرة المواطن اللبناني وكأنه هيدا السلاح سبق السلاح الفلسطيني بالمخيمات وخارجها، وسبق الحرب الأهلية بلبنان، وسبق اغتصاب الأرض بفلسطين المحتلة. هيدا السلاح إجا ليواجه كل هذه الأسلحة الخبيثة التي يراد منها ضرب لبنان وضرب المنطقة العربية. طيب بس اليوم لما نبرر وجود هذا السلاح في مكان ما بدنا نضطر نبرر وجوده في مكان آخر. كيف يعني؟ يعني اليوم مثلا يعني مطلق أي حدا عم بيقول لك إنه ما دام حزب الله معه سلاح يعني بحق له أحمد الأسير يتسلح، يعني بحق له بطرابلس يتسلحوا، يعني بحق له كل التيارات وكل الأحزاب وكل اللي صار بحق له يتسلح. أول شيء في شيء اسمه سلاح الجيش والمقاومة والتلاحم الذي قالت به قيادة الجيش. هني مش معترفين فيه. يصطفلوا هني. أنا عم بحكي تحت العنوان الشرعي. طب إنه بالنهاية أو أنا بحترم مؤسسات الدولة وإذا مني مؤمنة فيها بعرضها، بس ما فيه ما أحترمها. إذا كنت أنا مؤمنة بضرورة إنه يكون عندي دولة. لليوم هذا السلاح المتلاحم مع سلاح الجيش اللبناني باعتراف ومباركة الجيش اللبناني، وهذا السلاح المشرع لليوم من قبل البيان الوزاري هو سلاح شرعي ومشروع، لأنه بالنهاية حينما أمنع عن تسليح جيشي وحينما أمنع عن تحصين جيشي كان لابد من سلاح المقاومة الذي تلاحم مع الجيش. أنت لك اليوم سوريا اللي بتملك يمكن أقوى جيش عقائدي بالمنطقة العربية انتقلت اليوم من دولة الممانعة إلى دولة المقاومة. لا أجي أنا اليوم قزم مقاومتي بالوقت اللي عم يستهدف فيه الجيش، طيب بضرب المقاومة بضرب الجيش بشلع الشعب، شو بعمل أنا؟ شو بكون عم بقدم يعني لهذا المجتمع الدولي بين مزدوجين؟ بقعة أرض لا حول لها ولا قوة، هل هذا هو المطلوب؟ إذن سلاح المقاومة
الموجه للعدو على العدو الإسرائيلي هو سلاح شرعي ومشروع إلى أن تتبدل الظروف، وإن شاء الله بنوصل لسلام عادل وشامل على قول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وساعتها حسبونا. بعد بدنا نكمل بهذا الحديث بشق المتعلق بسلاح المقاومة بالتحديد، والدعوات يلي عم نسمعها من على هذا المنبر ومن غيره من المنابر حول أنه طيب إذا هالقد مشردقين يسلحوا الجيش خلي يعطون سلاحه، هل الجيوش تسلح من قبل الدولة؟ لا هيدي مراهقة يعني، معلش هي مراهقة بالتفكير. طيب خلينا على كل حال، يعني مش لا لأنه هيدا هلا الخطاب يلي استجد على المنابر. خصمك إذا مليان أحلى بكتير من حليف إذا كان خفيف، فبالتالي ما معقول هذه الخفة يتم تناول الحديث فيها بهالشكل، مش معقول. خلينا نروح على جولة سريعة على مضمون ومقالات مختارة من الصحف مع كلارا جحا. شكرا سمر، اهلا جديد مشاهدينا. نبدا بالاخبار. في الاخبار اخترنا لكم مقال تحت عنوان هل باتت الطريق سالكه بين عون والحريري، يقول فيه برزت معلومات متعدده المصادر عن وجود تقارب بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، تحقق بالتزامن مع التواصل الذي قام بين الرابي والسفاره السعوديه. وقالت مصادر مطلعه للاخبار ان السفير السعودي علي عسيري عندما زار رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشيل عون في الرابي أخيرا قال له إن العلاقة بالرياض تمر حكما بتيار المستقبل وتحديدا بالرئيس سعد الحريري. هذه المصادر تضيف للأخبار أنه بناء على كلام عسيري بدأ البحث في إمكان قيام عون بزيارة لباريس يلتقي خلالها الرئيس سعد الحريري، لافتة إلى أن النقاش في هذا الأمر وصل إلى مرحلة الحديث عن الإجراءات الأمنية المحيطة بالزيارة، لكن مصادر مقربة من الحريري نفت الرواية السابقة جملة وتفصيلا. بدورها قالت مصادر مقربة من عون إن من يعرف الجنرال يدرك أنه يرفض أي شروط يضعها عليه محاوروه كائنا من كانوا، نافية أن يكون عسيري قد أتى على ذكر القناة الحريرية الإلزامية لعلاقة رئيس تكتل التغيير والإصلاح بالسعودية. لكن المصادر العونية أكدت في المقابل وجود تواصل غير مباشر بين عون والحريري بواسطة أصدقاء مشتركين، ولفتت إلى أن ما كان يبحث خلال الأيام الماضية هو إمكان أن يزور موفد للحريري الرابي بعيدا عن الإعلام. تفاصيل أكثر في مقال الأخبار في الصفحة 2. أما أيضا في الأخبار اخترنا لكم ما قل ودل التي أوردت فيها الأخبار إلى أن أحد ممولي أحمد الأسير جال على عدد من أصحاب المتاجر التي أدرج اسمها في لائحة مقاطعة المحال المقربة من حزب الله ليتبين أنها تعود إلى مواطنين صيدويين غير مؤيدين لحزب الله. وقدم رجل الأعمال اعتذاره لأصحاب المؤسسات علما بأنه يقف مع ممولين آخرين وراء لوائح المقاطعة المذهبية التي انتشرت في صيدا أخيرا. أيضا في علم خبر المرعب يوبخ مرتين. ويقول علم خبر بعد أن وبخت النائبة بهية الحريري النائب معين المرعبي إثر كلامه بحق قائد الجيش العماد جان قاوجي في اجتماع عقد في مجدليون قبل أسبوع، أعاد النائب سمير الجسر توبيخ المرعبي من جديد خلال اجتماع لجنة الدفاع النيابية قبل يومين بسبب تهجمه على الجيش واتهامه العناصر بإطلاق القنابل على منطقة التباني في طرابلس. ننتقل إلى النهار، وفيها أفادت مصادر عسكرية لصحيفة النهار أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن أجاب عن سؤال في جلسة لجنة الدفاع النيابية حول مشاركة حزب الله في أحداث عبرة، مؤكدا أن الجيش قام وحده بالعملية وحيثما كان الجيش موجودا لا وجود لأي عناصر مسلحة أخرى، وهذا ما سبق لقيادة الجيش أن أوضحته في بيان. وعن مشاركة الجيش في الجلسة المقبلة للجنة الدفاع وعرض مزيد من الأشرطة أشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يقرره وزير الدفاع، مضيفة لا يجوز وضع المؤسسة العسكرية موضع مساءلة لا تليق بها. وأضافت إلى أنه أيضا لا يجوز القول أن مغاوير الجيش قاموا بمهمتهم بمشاركة جهة أخرى. أما القول بوجود صور تشير إلى ظهور عناصر مسلحة إلى جانب الجيش فهذه الصور يستطيع أيا كان أن يركبها. وشددت المصادر على أن لدى الجيش أشرطة أخرى أسوأ من تلك التي عرضت في جلسة لجنة الدفاع، لكن المؤسسة العسكرية تتحفظ عن عرضها احتراما لشهداء الجيش واحتراما لمشاعر ذويهم. أما إذا ما استمرت الحملة على الجيش فعندئذ يدرس خيار عرض ما تبقى من الشرطة. ننتقل إلى اللواء
التي أشارت إلى أن اقتصاد دولة أقليمية يتعرض إلى هزة حقيقية بعد ازدهار كان موضع اهتمام في السنوات السابقة للربيع العربي. أيضا في معلومات اللواء، اشترطت محطة تلفزيونية على حلفاء الأمس لدى استضافتهم عدم التعرض بأي كلمة لعاصمة عربية ذات تأثير واسع. وأخيرا في اللواء، شهد أحد أحياء العاصمة عملية حفر وردم في ليلة حالكة، مما أثار ريبة السكان المحليين والمارة. ننتقل إلى البلد، وفي مقابلة صغيرة أو مصادر الرئيس المكلف تمام سلام قالت لي الياس قطار سلام لن يستسلم، وأكدت أنه لا أفق للتشكيل قريبا ولا مؤشرات جدية إلى أن ولادة أي تشكيلة حكومية باتت قريبة. وأشارت الأوساط إلى أن جميع الأطراف لا يهمهم تشكيل الحكومة للأسف، وأي منهم لا يسعى جديا إلى إتمام التأليف، ولكن كلا من الطرفين يرمي عرقلة التأليف في ملعب الآخر. تعلق هذه الأوساط، الجميع يعرقلون بلا استثناء، وأي منهم لا يتعاون للتقدم خطوة واحدة حتى في تشكيل الحكومة. في البناء، وفي افتتاحية البناء، كشف مصدر أمني للبناء أن ما تبقى من جهاز التفجير للسيارة المفخخة في بئر العبد يظهر أنه إسرائيلي الصنع، سبق واستعمل في تفجيرات مماثلة سابقا. وقال المصدر أن هذا الأمر يطرح احتمالين لم يحسم أحدهما بعد، فإما أن تكون إسرائيل هي وراء هذا التفجير، أو أن تكون سلمت مثله لطرف آخر يعمل من خلال جهاز مخابراته على أكثر من ساحة في المنطقة ويسعى إلى أحداث فتنة شيعية سنية. وفي وقت لم يستبعد المصدر فرضية طرف ثالث أقل أهمية من الاحتمالين السابقين، دعا إلى ضرورة التروي لأن قابل الأيام سيوصل إلى النتائج المطلوبة. من البناء ننتقل إلى الصحف الخليجية تحديدا، وفي الخليج الإماراتية، نقلت الخليج الإماراتية عن أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري إشارته إلى أنه غير متفائل بانعقاد الجلسة نظرا لتمسك كل فريق بموقفه حتى الساعة، وأكدت أنه يسعى وينتظر مستجدا ما ربما يؤدي لاحقا إلى خرق على هذا الصعيد، وبالتالي فالجلسة عمليا غير قائمة ومصيرها سيكون حال الجلسة السابقة التي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، كون قوى 14 لا تزال على موقفها الرافض لجدول الأعمال ولعدم صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية. وأيضا في وقت يتمسك تكتل التغيير والإصلاح بعدم الحضور لرفضه التمديد للقادة الأمنيين، مع اعترافه بأن الجلسة دستورية ويمكن للمجلس التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال. في الصحف العبرية، ذكرت صحيفة معاريف اليوم أن قيادات عسكرية مصرية طلبت من إسرائيل تعليق اتفاقية كامب ديفيد لتمكينهم من القيام بهجوم عسكري واسع في سيناء ضد الجماعات المسلحة. الجيش المصري بحسب معاريف ينوي إرسال آلاف الجنود إلى سيناء من أجل سحق التهديد الإرهابي الذي يتضمن عناصر القاعدة، ومن المتوقع أن تبدأ العملية العسكرية خلال الأيام المقبلة. ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها إن تل أبيب ستوافق على الطلب وأن واشنطن لا تعارضه. أخيرا مع دي إنديبندنت البريطانية، وكتب فيها روبرت فيسك يقول الرابح الوحيد من انشقاق صفوف المعارضة السورية هو الرئيس السوري بشار الأسد، الدور جاء على الأسد ليفرك يديه سعيدا بمتابعة ما يحدث، وهو المشهد الذي تكرر أكثر من مرة في السابق، ولكن الابتسامة كانت على وجه أمريكا وأوروبا الذين كانوا يتابعون انشقاق وزراء ومسؤولين عن الحكومة السورية. ربما ما كان الأسد يروج له في السابق صحيحا من أن أعداءه منقسمون. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا، عودة إليك سمر ولضيفتك. شكرا لك كلارا، تابع معك سيد فيرا. طبعا رح ناخذ من أجواء الصحف يلي شفناها، ولكن خلينا نكمل بالحديث يلي كنا مبلشين فيه قبل ما نعمل هذه الجولة، وكنا عم نحكي عن موضوع الجيش، وفي نقطة أساسية ومبدئية عملية تسليح الجيش. طيب، بالسابق حكي كثير عن هذا الكلام، كان الرئيس سعد الحريري رئيس حكومي، وكان الرئيس السادورة رئيس حكومي، وكان في انفتاح اكبر من يلي عم نشوفه طبعاً. هلا بالتحديد، وكذا مره فتح ملف الجيش، واكثر من مره قيل انه في حين يعني فينا نطلب من المقاومه ان تضع سلاحها على جنب لما بيكون عندنا جيش طبعاً. قوي رادع قادر على ردع اسرائيل وما الى ذلك. اليوم رجع طلع هذا الخطاب على طاف
على وجه المي من جديد هذا الخطأ، ولكن طريقة مغايرة رجعنا مرة جديدة وكأنه ليه بدنا نسلح الجيش؟ خلي المقاومة تعطي سلاحها للجيش، خلي المقاومة تندمج بالجيش. المقاومة لو قد ما سلحنا الجيش ما راح نقدر نسلحه قد ما المقاومة عندها سلاح. خليها هي تعطيه الجيش وهي بخبراتها تدرب ضباط وجنود. يعني بمعزل عن إذا بدك الشق الثاني من سؤالك اللي عم تنقليه عن آخرين، إنه هالخفة يعني بتناول موضوع تسليح الجيش هو نوع من الغباء أو من التذاكي، وفي كلا الحالتين يعني الموضوع مصيبة. أول شيء لما منقول للمقاومة تسلح الجيش، فبالتالي أنت عم تعطي بعد دولي ومحوري للمقاومة، وبالتالي هذا أمر يعني عن جد يعني يدعو إلى الاستخفاف. أما أنه موضوع تسليح الجيش أنه تقوم المقاومة تعطيه الجيش، فبالتالي منكون نحن عم نحضر لهجمة دولية على الجيش اللبناني، لأنه معروف الجيوش في المنطقة لا يمكن تسليحها إلا بقرار دولي. لهالسبب بعض الدول، يعني على صعيد المثال مش الحصر، الجيش المصري اللي هو أقدم جيوش العالم. ليش الجيش المصري قوي؟ لأنه كان في قرار دولي بتسليح هذا الجيش، وبالتالي إذا طبعا بتسليحه وتذويبه نسبيا بالموضوع السياسي، فبيصير هو محكوم بالشقين الأمني والسياسي. ما هيك؟ وهذا ما ظهر إن كان ب 25 كانون الثاني مع بداية الثورة المصرية وخلع بين مزدوجين الرئيس مبارك، ومن ثم بالأمس القريب حينما عاد الجيش وانحاز إلى الشعب بمصر، وتم خلع مرسي الذي سيدخل طبعا إلى كتاب جينيس كأسرع رئيس بين دخوله وخروجه من القصر الرئاسي. فبالتالي وهناك أيضا الجيش السوري، والمعروف أن الرئيس السوري حافظ الأسد الرئيس المؤسس لسوريا الحديثة قدر نقل سوريا إلى موقع استراتيجي، وبالتالي تم تسليح هذا الجيش بشكل واضح. واليوم تبين أنه لو ما في جيش ليش عقائدي ما يتسلح الجيش اللبناني؟ لأنه ليس هناك من قرار دولي يا حبيبتي. طيب بس ما في سعي حتى، يعني إذا بدنا نقول ما في قرار دولي، ما في أطراف داخلية في لبنان كانت ما عم تسعى حتى إلى تسليح الجيش لأنه اللبناني. أساساً الأطراف الداخلية بلبنان منا صاحبة قرار قد تدعو إلى تسليح الجيش، قد تطلب تسليح الجيش، قد تتمنى تسليح الجيش، ولكنها لا يمكن لها أن تقرر. القرار يأتي من الخارج، وهناك قرار واضح وصريح بعدم تسليح الجيش اللبناني حتى ما يكون في هناك جيش قوي قادر على إزعاج الكيان الصهيوني، خصوصا وأننا نحن يعني إذا بدك المثقلون في هذا الموضوع والأكثر وجعا بموضوع الكيان الصهيوني وما يربطنا به من حدود. فبالتالي فرد مرة، المرة الوحيدة واليتيمة اللي كان فيها محاولة جدية وفعلية لتسليح الجيش اللبناني بعهد الرئيس الراحل سليمان فرنجي، لما كان الوزير السابق وزير دفاع، وكان الرئيس فرنجي على عادته يتمتع بالجرأة لمصارحة الشعب اللبناني، أن ليس هناك من قرار دولي بتسليح الجيش. سنة 2007 لما قدمنا 163 شهيد من الجيش اللبناني على مذبح الوحدة الوطنية، قامت الولايات المتحدة الأمريكية وخبرتنا خبرية تسليح الجيش، شو إجينا؟ خردة ودوليب. إذن ليس هناك من قرار دولي، وهذا القرار لا يمكن أن يتم إلا إذا تغيرت التوازنات الدولية لسبب أو لآخر، ونحن عم نشهد بعض التغييرات بالميزان الدولي. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعهدت أنه هي جاهزة إذا بتطلب الحكومة اللبنانية هذا الموضوع، هي جاهزة أنه تسلح الجيش. وكان وقتها الرئيس سعد الحريري ومن دون شروط حكومي. إذا بتتذكر تسليح الجيش من دون شروط، لأنه ببعض الأحيان الجيوش تسلح ولكن بشروط، يعني مثل ما كنا ذكرنا الجيش المصري مع احترامنا له بما يقدم اليوم من تضحيات. طيب هذا الأمر هل كان مناورة من إيران؟ أبدا، لأنه بتعرف أنه إذا أمريكا ما وافقت على تسليح الجيش، لأنه اليوم إيران دولة استراتيجية عم تلعب وراء السياسية. إذا قام لبنان تسلح، طلب من إيران تسلح الجيش دون أخذ البركة الدولية والغطاء الدولي، يخضع لعقوبات، بينحط على لائحة سوداء. طيب والدليل أنه لبنان ما قبل هذا الموضوع ولا حتى ناقش فيه يعني. وحتى بعض المسؤولين اعتبروا وكأنه هالأسلحة جرثومية يعني بشكل أو بآخر، لأنه أسلحة ولا بتحكي إنجليزي ولا بتحكي فرنساوي، فبالتالي أنت يعني بتعرف هذا الموضوع. إذن العرض الوحيد الجدي كان من إيران.
هلا كل شيء قابل للنقاش، انا ما عم بقول لازم يقبلوا او ما يقبلوا، بس على الاقل لازم يناقشوا لحتى نحن نشعر انه من هم يتبوؤون المراكز او المواقع الاولى بالدوله اللبنانيه انهم عندهم جديه فعليه لتسليح الجيش اللبناني. الرفض اجى قبل العرض عشوائي، نعم. يعني هالقد كان السبق. خلينا نروح الى بعد اخر ايضا كمان يمس بطريقه مباشره او غير مباشره بالجيش اللبناني، يلي هي بانه قياده هذا الجيش ذاهبه الى الفراغ، قريبا بأيلول، يعني لا هذا بحكم القانون، يعني بحكم القانون. طيب اليوم في هذا العرض بالتمديد لقائد الجيش، في جلسه داعي لها الرئيس نبيه بري وعلى جدول اعمال عمليه التمديد لقائد الجيش، في شروط وشروط مضاده، في العماد ميشيل عون رافض كليا مبدا التمديد للعماد قهوجي، مش للعماد، لشخص العماد قهوجي، يعني لا قائد الجيش، يعني هو من مبدا رفض التمديد. صحيح، مبدا رفض التمديد وفيت الامور ببعضها، وهلا يعول على وزير الدفاع وعلى يعني ايجاد مخارج سياسيه او ثغر قانونيه لحتى انا مع احترامي لكل الاطراف من هذا الفريق او من ذاك او من الساحه الوسطى اللي الهيئه عم تكبر، فبالتالي مع احترامي لهم كلهم اليوم يجب عليهم جميعا ان يرتقوا الى سده المسؤوليه وتتناقش الامور بشكل واضح. حتى موضوع التمديد للعماد قهوجي ما انطرح اذا بدك تحت عنوان التمديد للشخص، طرح انه رفع سن القانونيه لموضوع يعني التقاعد، فبالتالي حينما ترفع هذه السن بالتالي يشمل العديد، يكمل العماد قهوجي مدته. وكيف في وقت شرط ريفي مقابل او قهوجي مقابل ريفي؟ عم بقول لك ما هو كله بينطرح بالاعلام سمر، هيدا اللي بيوجع، كله بينطرح بالاعلام مثل كانه نحن جبهتين وعم نقوص على بعضنا وكل واحد بيسجل هدف بمرمى الاخر بزقف لحاله. ليش فبالتالي مش هيك؟ ايه؟ ليش انتم مش هيك؟ عم بقول كلنا، ما انا قلت كلنا كانه نحن هيك، ما انتم هيك يعني كفريقين، كانوا مش نحن واحد، كانوا نحن اللبنانيين المشهد السياسي، كانوا نحن اللبنانيين، علما انه الحمد لله اذا بدك على صعيد المرده نحصد على جرأتنا وشفافيتنا بالتعاطي. لما قال سليمان فرنجيه قبل كل الاخرين انه خوف انه نوصل لا حكومه ولا قياده جيش ولا مجلس نواب ولا ما هنالك، قامت الدنيا وما قعدت، وكانه هو عم بهول على الشعب اللبناني. ما مشكلتنا صدقنا، طب انه هيدي كمان اذا تعتبر مشكله. فاللي انا عم بقول لك انه يجب الارتقاء لسده المسؤوليه، علما انه موضوع اللي ذكرتيه مقابل العماد قهوجي اشرف ريفي، سعد الحريري تخلى عنه. ما سعد الحريري سار بعد معركه صيدا الى رفع لواء التمديد لجان قهوجي، وبالتالي بالامس القريب قال لا هيدا ما بيعني هيدا، وطلعت الست بهيه الى طرابلس، صحيح كان قاعد على يمينها لواء ريفي، بس لحتى تقول هيدي الساحه ساحتنا، فبالتالي هن عم بيتخلوا عنه. مشان هيك انا عم بقول لك كله قابل للنقاش والحوار اذا كنا عن جد قادرين على انه نكون على قدر المسؤوليه ونتحاور مع بعضنا. بتعتبري انه تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري بالتحديد ليس صادقا بعملية، يعني كان من المبادرين الأساسيين لطرح موضوع التمديد للواء للعماد قهوجي؟ بدي أقول لك شغلة، أنا ما بدي أحكم على النيات، مرات يمكن يكون عندك أنت نية طيبة بس بالترجمية غلط، فبالتالي مش أنا بسير على التمديد لجان قهوجي للعماد قهوجي وبالتالي بيكون كل نواب كتلتي عم بيشتموا الجيش صبح وظهر وعشية مثل الغنية يعني، فبالتالي شو بكون أنا عم بعمل؟ عرفتي؟ فبالتالي ما فيك تقولي الشغلة وعكسها. هيدي المسارعة كانت ردة فعل سريعة لأن أحدا لم يكن ينتظر أن يحسم الجيش بهالطريقة. شو بدكم تعملوا ب 16 تموز 16 أو 19 تموز؟ يعني في الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس النواب. أنت بتعرفي أنه دائما قبل يوم ويومين وقبل ساعة وساعتين بتتكثف الاتصالات، وأنا بعتقد من هلأ عم قلك رح تتكثف الاتصالات لإيجاد مخرج. يعني حتى العماد عون اليوم بحوار بحديث على إذاعة النور مع زميلة بوسينة علي عم بيقول أنه لوقتها بعد ما في قرار عم إذا ما أنا عم بقلك يعني كله قابل للحظات الأخيرة، لأنه هلأ بتعرفي أنت بتتكثف الاتصالات، يعني أصحاب النوايا الجيدة، الوسطات، الوسطاء، صمام الأمن، يعني بدأت تكثر الاتصالات، فليش نحن بدنا نستبق وكأنه عم نعمل عرض عضلات إعلامية فقط؟ خلينا نشوف بواقعية الأحداث أو الاتصالات المقبلة خلال اليومين المقبلين، وبعتقد أنا الإيجابية موجودة إن شاء الله.
اكتفي بهذا القدر بهالموضوع. خلينا ننقل بالسياسه، يعني هي كلها اصلا بترجع بتردك الى منبع بس واحد. انا فيني اعمل اضافه هيك بسيطه وسريعه، مش صدفه استهداف الجيوش العربيه مع بعضها، ما قدروا على الشعوب، ما قدروا على الحس المقاوم، فكان القرار بضرب الجيوش من الجيش اللبناني للجيش العربي السوري للجيش المصري وقبلهم الجيش العراقي. ليه؟ لأنه الجيش هو العمود الفقري لبناء الدولة، إذا لابد من ضرب الدولة عبر يعني كسر ظهرها إذا جاز التعبير. صحيح، إن شاء الله ما بيوصلوا لهذا الحال إن شاء الله عنا في لبنان على الأقل. خلينا نقول بالسياسة، السياسة في كثير ما بيعرف واحد وين بده يبلش، بس خلينا نبلش من نعي حلف 8 أدار. حتى خصومكم السياسيين ما قبضوكم فيه، ما قبضوكم، قالوا هي عملية مناورة، هي عملية توزيع أدوار. هو لسه أنا منقلدهم يعني؟ إيه. ولا هيدي عملية توزيع أدوار. أنا بقول لك شغلة، إذا وصلنا نحن لهذه القدرة بتكون شغلة، لأنه جمهور 8 أدار إذا جاز التعبير كان عنده دائما لوم على قياداته إنه لا بتعرفوا تنيروا ولا بتعرفوا تحيكوا، ودائما الاشياء بتنقال مثل ما هي. وشوفوا تعلمتوا اعلامكم كيفوا اعلام عربي واعلامكم كيفوا اعلام يهودي والى ما هنالك. اذا وصلنا لهالنقطه وانا بشك، فبالتالي هي شغله ايجابيه. طيب كيف بدنا نطلع ننعي 8 اذار وتحالف 8 اذار ونشوف كل هيدي المشهديه القائمه؟ يا رب نوصل ننعي. بنشوف الرئيس بري شو عم يحكي، بنشوف العماد ميشيل عون بمكان آخر يعني بيأكد على الحلف الاستراتيجي وعلى العلاقة مع حزب الله، ومنروح سوا على طبعاً الحكومة وكل طبعاً هذا الأمر. ولكن في محلات تانية اليوم قايل أكثر من هيك، قايل أنه المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية ليست مع حزب الله وإنما مع حدا آخر. وفي غمز من قناة الرئيس نبيه بري نعم بهيدا نعم الإطار، وكان واضح من زمان عندما تحدث عن حليف الحليف بهيدا الموضوع. تيار المردة سليمان بيك فرنجية مرق بمرحلة مش رايقة وما زالت مع العماد ميشيل عون، عطول مأكد حلفه استراتيجي مع حزب الله والعلاقة جيدة مع الرئيس نبيه. خابصة عندكم، خابصة ما عم نقدر نفهم مين مع مين. أول شيء هالخبيصة إذا جاز التعبير حررتنا من تهمة إننا شموليين، منيح ارتحنا، أسقطنا أول تهمة عنا، وخليها هالخبصة إذا بدي تعطي مزيد من التنوع والغنى داخل الفريق الواحد. أنا برأيي كل من يتعاطون الشأن السياسي بلبنان انتبهوا أنه في أمور خارجية أقوى من الجميع عم بتعيد رسم المنطقة سلبا أم إيجابا. يلزم هذا الوقت فسارع البعض إلى لملمة الصفوف بالداخل وتحصيل ما يمكن تحصيله بالداخل، وهذا مش غلط، يعني هيدا أمر مشروع بالحراك السياسي وباللعبية السياسية. يا حلو على البعض مثلا لا رح قلي، بيقولوا مثلا تفكفك 8 أدار، علما التيار الوطني الحر صريح لدرجة أنه كل مرة كان يسأل أحدهم أنتوا 8 أدار، يقول نحن مش 8 أدار، نحن حلفاء. طبعا لأنه لما تشكل 8 أدار كان التيار الوطني الحر هو من أسس إذا بدك 14 أدار وعاد فكان حليفا ل 8 أدار. طب أنه ليش هلأ لما صار هيدا التميز بدنا نقول تفكك 8 أدار؟ ما هو التميز حاصل مع الحليف اللي هو التيار الوطني الحر الذي لم ينفي يوما أنه حليف أساسي، وطبعا هو حليف أساسي ومكون أساسي، ولكن هو مش 8 أدار. مع هلا عم بقول لك، وعلما أنه أول من قال إن شاء الله ما يبقى لا في 8 ولا 14 بالمعنى السياسي هو سليمان فرنجية لحتى نوصل لبناء الدولة الواحدة. فإذا كان هذا التفكك عنده نتيجة إيجابية لا على الأقل فتح قوة بجدار عدم جدار اللاحوار ونروح على الحوار. طب أنا شوف إذا هذا التفكك حقيقة أم تمثيل، هيدا اللي عم نحكي. لا اليوم لما تربط الأمور، تربط الأمور ليش ببعضها. تمثيل يعني اليوم لما رايحين على الحكومة رايحين بدهم يقولوا تمثيل، لأنه أول شيء دائما بينزعجوا من حركة العماد عون. شو رح يقولوا هلا وبنتذكر سوا أنت وأنا، رح يقولوا العماد عون مكلف من حزب الله لفتح باب الحوار مع العربية السعودية لأنه الورقة القطرية سقطت بالمنطقة، واليوم المملكة العربية السعودية هي الأقوى في حال الضغط بالداخل اللبناني. حزب الله ما قادر يعمل علاقة مباشرة، يمكن تكون علاقة شكلية صورية دبلوماسية، إذن
العماد عون بما يتمتع به تنقول من شخصية يمكن بتفرض عليه أنه ببعض الأحيان يقول أنا موجود، فبالتالي هذه هي خبرية اليوم. ما في أحلى من التزاكي، وهذا أمر يعني قلت لك ما في شيء منا، قلت لك يا ريت منطقنا. أنا عم بقول لك الذي أمارس النقد الذاتي دائما بقول لك أنا العام مش أنا الخاص، أنه بقول يا ريت كنا منملك القدرة على المناورة، على الأقل كنا استثمرنا ولو إيجابا النصر اللي حققناه وهديناه للبنان ولكل المنطقة العربية. فإذن حتى بهذا الموضوع لم نستطع أن نناور. ليش الصحوة اليوم من قبل حليفكم العماد ميشيل عون على السعودية، وهو الذي كان هو ونواب وفريقه السياسي كله حتى الأمس القريب، فريقه السياسي وفريقه الشعبي كمان، لأنه ما حدا بينسى صور الملك السعودي على جسر جلال الدين. شو عدا ما بدأ؟ شو صار مبارح من سبه اليوم من حبه؟ يعني هذا السؤال يطرح على التيار الوطني الحر حقيقة. مثلاً بس كيف فسروا لكم الأمور ولا ما سألتوا؟ لا طبعاً يعني أنه الاتصالات مستمرة، خصوصاً أنه بين العماد عون والرئيس تيار المردة يعني علاقة شخصية وسياسية ووطنية أبوية واستراتيجية بنيو. طبعاً هذا بيقوله سليمان فرنجي بصدق، وبتعرفي أنت ما بيعرف لا يناور ولا يساير. بس اللي أنا عم بقلك أنه اليوم في بعض ربما الاستحقاقات الداخلية بعض الأطراف بتشوف فيها أنه تحصيل ما يحق لنا بات أمرا واجبا، ليش بدنا نضل تنقول ناطرين المشهد الإقليمي والدولي. البعض الآخر بيقول أنه أنا زاهد لنقول بالمناصب المهم يقطع البلد على خير. قد يكون هذا الطرف معه جزء من الحق وقد يكون هذا الطرف معه جزء من الحق، بس عم بقلك التمايز يغني، الخلاف يضر. والعماد عون كمان على إذاعة النور قال اللي قاله سليمان فرنجي قبل، طالما في استراتيجية واحدة فالاختلاف بالأمور الداخلية أمر مشروع. الأمر المقلق لما بنختلف على استراتيجية، ساعتها ربما بيصير فيه كلام آخر وحساب آخر وقراءة أخرى، وأنا بعتقد هذا أمر مستبعد إذا لم أقل مستحيلا، لأنه الهم واحد والوجع واحد والرؤية استراتيجية واحدة. حتى شعبية إذا بدك الأطراف المتحالفة ما رح تقبل أي نوع من الخلاف. يعني وصلوا لحد الانصهار. هيدا إذا قلنا هيدا الموضوع، هيدا إذا قلنا أنه جزء من التحليل للاستدارة يلي يحكى عنها. في جزء تاني بخليها بيوضعها من قبل خصمكم السياسي، بيوضعها تحت إطار المناورة. هيدا العملية شو هو؟ هو عملية دخول إلى الحكومة. يعني اليوم لما نحن رايحين بالحكومة وفي إصرار من قبل رئيس الحكومة المكلف على 888 أو رايحين على أعداد معينة من الوزراء تقل عن الأعداد التي يطمح إليها فريق 8 أدار، إيش عملوا هيدي التمثيلية؟ التمثيلية اللي بتقول إنه والله الفريق الشيعي بين أمل وحزب الله ما بنقبل بأقل من 5 وزراء بالحكومة. بيجي العماد ميشيل عون ليس كحليف لإلهم، كمفاوض لحاله بالحكومة، أنا تمثيلي المسيحي ما بيسمح لي إني وتمثيلي النيابي ما بقبل يكون بأقل من 5 وزراء بالحكومة، هول 10 وزراء على باب المستريح. هيدا إذا كان في حكومة وحدة وطنية فبالتالي بتتوزع وفق الممثلين داخل الحكومة، ومعروف أنه كل كتلة نيابية يجب أن تمثل حسب وزن النيابي باعتبار أنه الشعب أعطاها هذه الشرعية وهيك تعودنا. بس اليوم التقسيم مع الرئيس المكلف مش بحسب الكتلة النيابية، بحسب 14 و8 ومستقلين أو وسطيين أو خير، وعطانا أكثر من هيك، عطى 8 8 8، عطى 8 8 8، ما عطى شيء ل 14، يعني 3 مرات 8 بالحكومة هالقد كتير. على كل حال يعني إذا بدك هذا الرأي تبين أنه منه قابل للترجمة، والدليل أنه بعده الله يعينه والله يساعده يا رب للرئيس المكلف تمام بعد ما يئس، بعد ما يئس، ولكن قال قد أصل إلى أبغض الحلال، ولكن صحيح أنه أبغض لكنه حلال بمعنى آخر يعني. فبالتالي مش هو ما يئس في المشهد، برجع بقلك المشهد الدولي والإقليمي تاركنا نحن كيف بتكوني أنت على الشط وعم بتشوفي الموجات مقابلك، مرات بتجي موجة لنقول بتصيبك بشكل أو بآخر، بس أنت مش قادرة تحرك الهواء وتبدل التيار. لها سبب أنا عم بقلك نوع الحكومة ناطرة بارلل ما للي حاصل دوليا وإقليميا. يعني كل هيدا التخبط اللي عم نشوفه وعملية الكر والفر بالموضوع الحكومي. بعدين بدي أرجع أذلك للمناورة والطلبات، بدي أرجع أذلك لموضوع المناورة. بالبداية إذا بتتذكري كان في همس
أو حكي بالعلن عن حكومة من دون حزب الله، لأن الدول الأوروبية عليهم. أو بعضها والولايات المتحدة الأمريكية رايحين إلى إمكانية إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، فبالتالي الدولة اللبنانية ما بتقدر تتحمل حزب مدرج على لائحة الإرهاب أنه يكون داخل الحكومة. بيقوم الرئيس المكلف تمام سليم شو بيقول؟ بيقول لا حكومة من دون حزب الله. فبالتالي شو بيصير يقولوا؟ لكان بنلعب الورقة المسيحيين، مندغدغ شعور التيار الوطني الحر ومنروح إلى القول أنه لا تشكل الحكومة في ظل التشدد على المناصب وعلى الحقائب وعلى المواقع للتيار الوطني الحر. ما حدا بحزب الله إلى القول أنه ما في حكومة إلا ما نحن فيها شركاء، ما يؤكد أن منطقنا والعمل بشلعون اليوم أي كمان أنه ما منفوت على حكومة إلا مع حزب الله. مش يعني هيك بس، هلأ وين بتصير؟ بتقولي إن شاء الله يصير في حكومة. في حكومة؟ إن شاء الله. ودائما لما تقولي إن شاء الله يعني أن هناك شكا بمحل معين. ماذا تريد السعودية من العماد؟ بعدين على موضوع الحقائب، يعني معلش بيتسجلوا للرئيس بري كمان حينما زهد بمنصب لألو وبحقيب لألو، وكانت من حصة وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وقبل الوزير فرنجية حينما كمان زهد بالحقائب وكانت الحصة اللي عم بينحكى فيها للمرضى أعطيت للفريق الأرمني الصديق والحليف. إنه ما ليش الدنيا طيب، بس هلأ اللي عم بسمعكم بيقول عادي بالفريق الواحد من هالجيبة لهالجيبة مضمونين. هلا عم بقول لك يعني. هلا عم بقول لك مش هناك، عم بقول لك إنه مش إنه هذا هون بتصلب وهذا هون متشدد. معلش لما بيكون في حس وطني وفي ضروره لتشكيل الحكومه كل الاشياء بتتدور، بس هيدا عند ناس وناس بصير في مرونه. انا عم بقول لك هيدا عند ناس وناس، يعني هيدا عند نبيه بري وسليمان فرنجي وحفظ الالقاب، بس فيك تعمليها مع ميشيل عون؟ انا بعتقد انه ميشيل عون اللي عامله وقت اللي قبل بالرئيس ميشيل سليمان رئيس للجمهوريه كرئيس توافقي، بالوقت اللي كان كل الكلام عن احقيته بانه يكون في رئيس للجمهوريه، دلت عن مرونة معينة. بعتقد مش انه على طول بتتصوب الاشياء، هلا هو اكثر تصلبا من غيره، ايه يمكن هذا اسلوب كمان. طيب انه الثبات ليس تصلبا، الثبات هو مرونة. علاقة سليمان بيك فرنجية بالعمل مش العمل مثل ما قلت لي، يا ريت تحكيني بصراحة مش بتجميل الكلمات. عندك شك مش بتجميل؟ لا انا عم بسألك. لا ما عندي شك بالامر، بس يعني على عم سؤالك بسؤال. عندك شك بالامر على الصعيد الشخصي علاقة يعني كتير فيه. حلو نقول إنه كتير حلو نسمع من سليمان بيك فرنجية إنه العماد ميشيل عون بمثابة أب لإله، بمثابة ابن لإله، بمثابة إنه عطول العلاقة والاحترام صح. محفوظ لإله هيدا، بس أنا عم بسأل أبعد، عم بقلي من العلاقة الشخصية. أنا شو بلشت لك؟ قلت لك على صعيد العلاقة الشخصية علاقة ممتازة، لما نقول ابنه بي يعني ما رح فينا نزيد عليهم بهذا الموضوع. على صعيد العلاقة السياسية، الهم المسيحي المشرقي بيجمعهم اللي كلنا ورثناه من الرئيس الراحل سليمان فرنجية، الذي أول من أطلق صرخة الوجع باتجاه المسيحيين المشرقيين. بتجمعنا القاعدة الشعبية اللي مش بسهولة فيك تفككيها عن بعضها، وأنا هيدا قلته بإطلاق تيار المرضى ب 11 حزيران 2006، أنه للمرة الأولى في تاريخ لبنان القاعدة فرضت على القيادة التحالف. يعني مش القيادة أنزلت على القاعدة التحالف، وهذا أمر بالفعل يعني مطمئن ومؤشر إيجابي. فاستراتيجية واحدة، الهم واحد، الوجع واحد. في اختلاف كتير، في اختلاف على عدة أمور، ودايما مش على طول يعني مش على طول القاعدة فيك تدلك بتكل عليها بطيئة، يعني أي توتر صغير بزحزح القاعدة نسبيا. هيدا مرة إذا بدك وقت موضوع التمديد، إذا بتفوتي على صفحات التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإلى ما هنالك شفنا شو كانوا حاطين على صفحة سليمان بيك فرنجية يلي هني كان في توتر. قاعدة التيار الوطني كان في توتر، بس كمان جزء كبير من هذه القاعدة ركضت بالمعنى الفعلي والعملي إلى وقت هذا التوتر في لحظته، وكانت رافضة لهذا الشكل من الانفعال والغضب. وفي البعض حتى هيك اتسموا بالوعي وبضرورة أنه هذا الحلف لا يجب أن يمس ولا أن يرشق ولو حتى بوردة. فبالتالي مثل بكل تيار هناك الانفعاليون ومرات عن حق، وهناك الهادئون واللي عندهم حكمة وتروي، ودائما نبض الشباب يمكن بيكون أكثر تسرعا وهذا حقهم،
بينما الآخرين وبتشوفي باليوم التالي كيف تبدلت اللهجة، علما كمان أنه سبق موضوع التمديد لما تيار المردة وكتلة لبنان الحر الموحد وحدهم تميزوا وحافظوا على الديمقراطية لما ما سموا الرئيس المكلف تمام سلام. شوفي نحن شعبيتنا كانت أقل انفعالا بهذا الموضوع، لأنه التميز ضرورة والاختلاف غنى، كلنا مع بعضنا وما في حدا عند حدا. يعني هيدي شفتي هالنيانس البسيطة بين هالكلمتين هي اللي بتخليك تكوني أكثر اطمئنانا وأكثر سلاما داخليا، إنه أنا معك أنا مش عندك، وأنت معي أنت مش عندك. جبران باسيل وزير الطاقة لقوي عم بيعمل إنجازات بالبلد، يعني إنجازات طبعا، والحكم استمرار، وكلنا بنعرف قديش الوزير محمد فنيش زرع والبقية من وراء عم بيحصدوا بهيدا المجال. إنه الوزير جبران يقال باسيل يقال أنه العلاقة متوترة جدا مع جبران باسيل، إنه بين الوزير سعادي والوزير باسيل ما عندي فكرة. بين تيار المردة بشكل عام والوزير باسيل، التيار بتوتر مع شخص وتيار وطني حر بتوتر مع شخص من هذا التيار؟ لا، هيك منكون عم نقزم التيار، يا أنه عم نعطي مدى للشخص هو ما بيقبله على حاله. يعني ما حدا بيوصل فيه الأمور يقبل يكون عم بيواجه تيار. وين سلمى بيك فرنجي اليوم من كل ما يحصل؟ صمام الأمان دائما في لبنان وجزء أساس من تكوين 8 أدار وهذا الخط السياسي. صمام أمان؟ لأنه دائما بكل يعني بتشكيل الحكومة صمام أمان، بالاختلافات اللي كانت تحصل دائما بين التيار الوطني الحر إذا بدي يكون رئيس بري أو التميز شيخ صلح. مع منو شيخ صلح؟ شيخ صلح إذا بدك هيك بتعطيه عمر كبير، هو بهالنبض الشباب اللي عنده يعني الله الله عطيه قدرة التواصل إذا بدك مع الآخر وضبط الأمور. حتى يعني أحدهم من كبار المحللين سماه أنه ضابط إيقاع لكل المواضيع. فهذا سليمان فرنجية همه الوطن، همه المسيحية المشرقية، همه المنطقة العربية والهوية العربية. ليش بيسكت فترات طويلة وبعدين بيطلع بي هيك إذا بدك هيدا أسلوب. يعني البعض مثلا بيحب يمكن يكتر طليته، البعض الآخر بيشوف أنه لا الإقلال من الإطلالات قد يخدم خطابه أكثر. هيدا أسلوب، يعني ما فينا نقول هون صح وهون غلط. بس دايما يسأل سليمان فرنجي وأنا بسأله أكثر من مرة، أنه بتعرفي بيصير في طلب مواعيد معه، نحن اللي منكون اللينك نتعذب بهيدا الموضوع. فبيقول أنا إذا ما عندي إضافة ما بحب اطلع على الاعلام. فهو برايي ينتظر هذه الاضافه. لا هو مش بس بالاعلام، حتى بامور اخرى، يعني بمشاركات اخرى. يعني بنسمع دائما اراء سياسيه كل يوم من هون ومن هون، بيخبروا شو بيصير معهم، بيبرروا لهذا الموضوع، بيردوا على هذا الموضوع. هو منه نمطه، هو منه نمطه. دائما بيقول لك كمان كل ما بيكثر الضجيج كل ما بينعكس سلبا على البلد. وقال باخر يعني مش باخر اطلاله، باخر اطلالاته لما كان عنده الحدث في جامعة الحدث، قال إنه مرات بحفلة الجنون مطلوب بعض العقلاء. فهذا التعقل هو من صفاته مش أكثر من هيك. خلينا نتوقف مع بريك إعلاني قصير، نعود بعده ونتابع هذا الحوار. رح فيكم من جديد مشاهدينا، وأتابع هذا الحوار مع ضيفتي فيرا يمين. قبل ما ننتقل إلى الموضوع الإقليمي ست فيرا، ضرب لبنان زلزال من نوع آخر يلي هو تفجير الضاحية الجنوبية بكل ما يحمله بالشكل والمضمون وما إلى ذلك. هلا بلشت تطلع يعني أخبار يمين وشمال بعد الخبر اليقين ما أخذناه، يعني من 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 يلي لازم يعطينا الخبر اليقين بهذا الإطار. كثرت التكهنات، أول اتهام إذا بدك من حزب الله صار انه في أيادة اسرائيليه وفي ريحه اسرائيل بهذا الاطار. واليوم بالصحف قلنا انه من البقايا يبدو انه في شيء صناعه اسرائيليه بهذا الموضوع. ولكن في كمان جهات ثانيه يجب عدم اغفالها. يعني اليوم كمان على الرغم من انه الجيش السوري الحر نفى هذا الموضوع، اليوم دكتور سمير جعجع بيقول انه حزب الله جاب الدب على كربه، يعني بده يتحمل نتيجه مشاركته بسوريا ونتيجه افعاله بهذا الاطار. تعددت
تعددت التكهنات وما بدنا دائما ننسى الطابور الخامس. بالأمس القريب كانت كل الاستهدافات بإعلامهم أنه عم بطال فريق 14 أدار، أي دب كانوا جايبينه؟ مش معقول الواحد يتناول أمر وطني وحساس وإنساني بهالشكل. أضف إلى ذلك لابد من شكر العناية الإلهية قبل بدء شهر رمضان، أنه 52 جريح كتر خير الله ولا شهيد، لأنه المكان بتعرفي بير العبد هلا صحيح. المنطقة الشعبية بباركينج للسيارات وإلى ما هنالك كتر هذا خير الله. هذا شارع مجرب بال85 طبعا يعني. طبعا على كل حال ده مندور ليتجرب، هيدي ضاحية العز يعني، منا أنه شغلة غريبة. بس أنا اللي عم بقوله قلتي سارع حزب الله لاتهام إسرائيل، هلا مين ما كان يكون المنفذ؟ مش سارع، أنا طيب. قلت الاتهام الأول. طيب. دايماً طيب. إسرائيل ما في مسارعة طيب. باتهامها تلقائياً يعني. صحيح، الاتهام الأول إسرائيل، ما هيك؟ هلا بغض النظر إن كانت هي المنفذة أو كانت هي اللي بعتي أو إلى ما هنالك، بالسياسة تسألين من المستفيد؟ أي توتر أمني في لبنان المستفيد الأول منه والدائم هو العدو الإسرائيلي، لنكون واضحين. ولكن هذا الرقيب التعاطي من قبل الحزب يعني بدك تعترفي له انه هلا نجالة بتقول لي انه من محبتك، احنا عم نحكي قراءه واقعيه. السي اي اي بتقول بتقاريرها قبل حصول الانفجار انه هي حذرت من بعض المتفجرات اللي صحيح. ممكن تدخل على لبنان وتستهدف الضاحيه الجنوبيه، لانه المطلوب خلق الفتنه سنيه شيعيه. لما بيقوم حزب الله المعني الاول بهيدا الموضوع جغرافيا وانسانيا بيقول إنه إسرائيل وراء هالموضوع، شو بيكون عمل؟ بيكون وأدى بأرضه للمحضر من الفتنة السنية الشيعية، بتتسجله أو ما بتتسجله؟ بينما اللي حاصل بصيدا وضربنا الإرهابيين وواجباتنا نضرب الإرهابيين، ما عم نطلع منه، ما عم نخلص منه، وعم بيحكوا بالاضطهاد، بينما صيدا انتفضت لتاريخها العروبي بقياداتها وسياسيها. فمشان هيك أنا عم بقول لك، لا قلت لك إنه حزب الله يسجل له كما في كل مرة هذا الارتقاء لحس المسؤولية دائما. منقول إسرائيل طبعا هي إسرائيل وهي المستفيدة إسرائيل، بس بهالطريقة منكون قطعنا الطريق على أي إمكانية لخلق فتنة سنية شيعية بالداخل اللبناني. وهنا لابد من كمان الثناء على جمهور المقاومة، على هالشعب الصامد اللي له عنده 11 مخطوف بأعزاز من أكثر من سنة وبعده لهلأ متحمل هيدا الوجع بالرغم من كل شيء بيقولوا ضنا بالسلم الأهلي. نعم. طيب اليوم قيل أنه هل ستكون متفجرات بئر العبد فاتحة لموجة جديدة من السيارات المفخخة والاستهدافات في لبنان؟ يعني اليوم مثل ما نحطت هذه السيارة بمنطقة شيعية بين هلالين، معلي بدنا نحكي بهيدا الإطار، بكرة الله لا يقدر نشوف مفخخة بمنطقة سنية أو بمنطقة مسيحية أو بمنطقة درزية، لأنه كل القصة ما هو مستهدف هذا اللبنان اللي يوم بيخبرونا أنه بوابة وتاني يوم بيخبرونا أنه جسر وتالت يوم بيخبرونا أنه شباك، ولا مرة قالوا عنه دولة. شوفي يعني الأمريكيين والأوروبيين يوم بيقولوا لك انت بوابتنا للشرق الاوسط الجديد، يوم بيقولوا لك انه انت جسر العبور الى ربيع عربي جديد، يوم بيقولوا لك انت النافذه لل ما بعرف شو يعني. فبالتالي ولا مره حكونا او تعاطوا معنا بمنطق الدوله. فلهالسبب ما في الواحد يقول انه رح تكثر التفجيرات او لا، ولا بيكون كمان يملك معلومات، وهذا امر لا يجوز. بس كل الاحتمالات مفتوحه. ليه؟ لانه كل متفجره هي رساله. صحيح. فهل يا ترى اليوم المطلوب توزيع الرسائل بكثافة أم المطلوب توزيع رسائل متقطعة؟ بتشوفي هذا اللي عم بيراسلنا كيف عم بيتعاطى معنا، إذا عم بيتعاطى معنا كل مرحلة وراء بعضها أو بده يكون نوع من الغارة الفعلية وراء بعضها، هذا بدك تشوفي. وهذا مرتبط مثل ما قلنا بكل التطورات. شوفي كيف رجعنا هلأ عم بيصبوا النظر لنقول أو عم بيحددوا النظر على سيناء. ليه؟ لحتى يسحبوا إذا بدك الالتفاف العربي حول الجيش المصري الذي قام بمواجهة الإخوان. وشو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا أنه طلبوا من الإسرائيليين أنه افتحوا وقف العمل بوادي عربة بكامب ديفيد، عرفتي؟ لحتى نحن نشوف كيف بدنا لحتى نقدر نفوت ونضرب علما أنه وإن شاء الله كون على خطأ. بس أنا مثل ما عم بشوف هيك بقراءة سريعة أن إسرائيل عائدة إلى سيناء ومستهدف يعني الجيش إلى سيناء. ومستهدف الجيش المصري عائدة احتلالا طبعا عائدة يعني هي رح تضرب كامب ديفيد. لا تعود أصلاً. إلا احتلالا هي ستنهي كامب ديفيد يعني. يمكن بدها كامب ديفيد 2، شو بعرفني، يمكن ما شبع الأول. بس أنا بعتقد التوازن الدولي اللي رجع
طلع من الربيع العربي بين مزدوجين بحكم الانتصار اللبناني سنة 2006 والصمود السوري من 2011 ل 2013 والمقاومة المستمرة عراقيا ووأد حركة الإخوان مصريا، بعتقد هناك توازن دولي مستجد قد يمنحنا بعضا من ربيع فعلي وبعضا من نفس لحتى نقدر نستعيد ما فقدناه جزئيا، وأعني بذلك الهوية العربية اللي لفت لها ولفت لها الموضوع الرئيس بشار الأسد مؤخرا. خلينا نروح إلى سوريا. نعم. سوريا ما بدي أرجع نحكي كلنا عم نواكب مع الشيء اللي عم بيصير على الأرض وعم نواكب التطورات، ما بنرجع نذكر باللي صار، ولكن اليوم في مستجد. اليوم إذا بنقرأ على صفحات الصحف، اليوم صحيفة السفير معنونة طالبان في سوريا وتوتر متصاعد بين الجيش الحر والقاعدة. نعم. اليوم في كلام عن أنه وفي تصريح لأحد المسؤولين في حركة طالبان أنه في عندهم فريق ذهب إلى سوريا وهلأ عم بيحضر لإقامة مركز فيه، وكان قد سبقوا 12 خبير بالأعمال العسكرية. نعم. والقتال، خبراء يعتبروا من أهم الخبراء في أفغانستان إجوا. نعم. على سوريا، سبقوا الفريق. نعم. فريق طالبان يلي إجوا عم يعمل غرفة عمليات التابعة له، القاعدة موجودة، كله موجود، جبهة النصرة موجودة. بتقولي بيقول شغلي، يا ريتنا ما صدقنا لما حكينا نحن من 15 أدار 2011 إنه القصة بسوريا منا قصة سورية، بينما هي خبرية دولية متشعبة. ياي قالوا من محبتكم وعاطفتكم وبلا الخبرية، والشعوب تنتفض لديمقراطيتها والشعوب تنتفض لكرامتها. أنا هون بستعين بما قالته إحدى المحللات التونسيات الرائعة، قالت شو أي معارضة بسوريا؟ بتونس أي معارضة؟ خلع زين العابدين بن علي البديل منه مطمئن، قد نعود لنعارضه. بمصر كذلك الأمر، ولكن ليس هناك من معارضة مسلحة بكل هذا العتاد. فبالتالي الخبرية هي خبرية جر سوريا إلى ضربة كدولة قادرة على المحافظة على الهوية العربية بشكل أو بآخر. يعني اللي نحن قلناه من الشهر الأول، للأسف بعد سنتين ونص تقريبا بلش يقولوا. بعدين أنا كتبت على صفحتي امبارح وحكينا أنا وياك تحت الهواء نحن وفايتين على استوديو، أنه قلت لي بشكل أو بآخر رح يوصلوا انه يفوتوا مع بعضه، لانه هذا الكلام عن انه الجيش الحر اليوم في مثل انه الجيش الحر وخاصه بطرطوس فايتين ببعضهم. ايه يعني وقاتلين الجيش الحر هن ما بيفوتوا ببعضهم لا نتيجه عقيده ولا من مصداقيه، هن فايتين ببعضهم لانهم مرتبكين ولانهم مضطربين ولانه شعروا كيف عم بيتهاووا وكيف هذا الجسم عم بيتصدع. اساسا المشهد السياسي ما ركب مع بعضهم، فبالتالي المشهد العسكري على الارض صار اليوم بحالي فيها من الحرج. يعني التقارير الأمنية عم بتقول أنه عم بيهربوا من حمص، وقبلها عم بيهربوا من القصير. امبارح محمد الحسنين هيكل الذي كان تاريخيا من أشد المعارضين لكل الأنظمة العربية بما فيها النظام السوري من حس ديمقراطي عنده ونقدي، شو بيقول؟ بيقول معركة القصير أنهت مرسي ومعركة حلب ستنهي أردوغان. إذن هناك معادلة دولية جديدة ركبت بشكل أو بآخر، بده يكون نتيجتها تصدع ما يسمى بالمعارضة بالداخل السوري. بس أنا وين بخاف؟ اليوم التظهير وين؟ التظهير أنه الجيش الحر عم ينضرب من جبهة النصرة أو من القاعدة. هيدا شو؟ محاولة لشو؟ محاولة للقول بضرورة التعاطف مع الجيش الحر، وللقول أنه هناك معارضة سورية ملمعة ومجملة وحلوة ولطيفة، هي معارضة فعلا للديمقراطية وخائفة من التطرف. هيدا بيردنا بالذكرى لورا سريعا لما الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال ستدرج جبهة النصرة على لائحة الإرهاب، بما في ذلك هو ضرب إذا بدك وأصم المعارضة إلى جزئين حينما لم تستطع تنفيذ المطلوب منها أمريكيا أوروبيا وتحديدا تركيا. من يومتها بلشت القصمة، ولكن هني وجهان لعمالة واحدة وليس فقط لعملة واحدة، ولازم ما نوقع نحن بفخ تجميل أحدهما من خوفنا من الآخر، لأنه اثنيناتهم عم بيصبوا بنفس المشروع وعن ذات المشروع على عكس المشهد الذي يجري وجرى في مصر، والذي استفاد هذا المشهد من الصمود السوري لحتى ترجع تستعيد مصر نفسها العروبي الفعلي العلماني. اليوم الصراع بمصر
هو الصراع الحقيقي بين التطرف وبين الإسلام. اليوم اللي عم نشوفه على الأرض في سوريا في تقدم للجيش اللبناني في دمشق في الغوطة اللبناني؟ في كل للجيش السوري في دمشق في الغوطة في الكثير من الأماكن بحلب كمان في خروقات كبيرة عم بتصير بحمص في تقدم للجيش على الأرض. ولكن خلينا نروح شوي بالسياسة وإلى كل من تنبأ بسقوط النظام إلى يعني وقت سمعنا كمان بالمقالة اللي قريتها كلارا جحا وقت عم بقول إنه رئيس الأسد هو الوحيد يلي قاعد عم يفرك إيديه وخلينا نقول بنوع من الشماتة يعني لا أو من الكبار لا يشمتوا وهو مثل ما عم بيفرك إيديه تباهيا ببقاء سوريا الدولة والجيش والشعب بس كمان قلبهم فرفق على الدم اللي سقط وعلى الشهداء ونحن حكينا معه. فبالتالي رئيس الدولة هو بيكون بي للكل، خسر جزء كبير من ولاده بس مثل ما بيقول المفتاح حسون تخسري ناس المهم تربحي وطن. فلهالسبب أنا عم بقلك إنه كل من تنبأ مثل ما قلتي حضرتك من شوي بالسقوط، في بعض المتنبئين طمنونا إنه ما رح تسقط سوريا لأنه ما توقعوا شيء وزبط معهم. فكل أولا معروفة أنا ما أنا عرفت كيف، فكل توقعاتهم ما زبطت. فلهالسبب كنا نحن مطمئنين بمعزل عن القراءة السياسية والإيمان بالأرض وبالهوية. يلي جرى في مصر هو خلينا نقول عامل دعم للنظام السوري. عامل دعم لسوريا، ما في شيء اسمه النظام السوري. في سوريا أو تبقى أو سوريا تسقط، وأنا هون أعيب على الإعلام. ما فيك كمان أنه دايما ما فيك تربطي دولة طويلة عريضة بس أنه بشخص أو بنظام. أنا بتكد على ما صرح به المطران لوقا، على ما صرح به البطرك لحام، على ما صرح به المفتي حسون. لما المفتي بيخسر شاب من ولاده الشهيد ساريا الله يرحمه بيقول أنه المسألة منا مسألة شخص، بشار الأسد ليس شخصا وليس فقط رئيسا، إنه رمز للأرض وللوطن. لهالسبب أنا عم بقول لك ما في شيء اسمه النظام السوري إلا إذا أسقط هذا الشعب النظام. ولكن طالما هناك وحدة حال، من جديد بنحكي بالثالوث وهذه كلمة تزعج البعض هيك وتثير توتر، فبالتالي هذا الثالوث المركب بين القيادة والجيش والشعب وهو أشبه بالثالوث اللي مركب بلبنان واللي هلأ بمصر واللي موجود بالعراق ما هيك. فبالتالي لما هالشرعية بيستمدها هو الرئيس الأسد إلى أكثر من مرة، شرعيتي أنا من شعبي، طالما هيدي الشرعية مستمرة ليش أنا بدي دايما أتزكى وبدي عم بقول أعيب على الإعلام اللي بيقول الجيش النظامي السوري؟ ليش في كل دولة هناك جيش نظامي وآخر غير نظامي؟ بس في سوريا هناك في جيش سوري نظامي وفي جيش حر، يعني هو لا مفردة يعني الجيش الحر بنسميه لأنه تبين الجيش الحر مثل ما قلتي حضرتك من شوي، طالبين وشيشان وصومال وتونسية وسعودية ولبنانية وفلسطينية وإلى ما هنالك، يعني تقريبا 23 جنسية عم بيحاربوا بسوريا. امبارح وزارة الخارجية الألمانية اعترفت ببعض الألمان اللي راحوا إلى الجهاد بسوريا. إذن كل هذا التنوع السلبي للجنسيات بسوريا وبعدني بقول جيش سوري حر، هو هذا الجيش حر من السوريين. يعني أنا ما في على تعبير ما في على تعبيرك. للأسف كان في كتير قصص بعد كان فينا نحكي عن مصر كتير. لأ مصر طبعا يعني وأنا مصر بتعني لي مش المرحلة المقبلة، يعني مصر بتعني لنا كهوية عربية سمر. أنت وأنا عنا هذا الوجع زيته وأكيد كتير من المشاهدين كلنا نطلع كنا بمصر نحن وموجوعين منها وعليها. لأنه برأينا هي إذا بدك هذه الواجهة العربية تاريخيا. فأنت مثل ما كنت عم بقول لك أقدم جيش بالعالم، أول وزارة خارجية بالعالم مصر، هذا النفس الناصري العربي لك اليوم بتشوفي كله. نرجعوا لاستعادة أقوال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالوقت اللي تم نسيانه ببعض المراحل. اليوم العين على مصر ومع مصر التي استعادت نفسا من صمود سوريا ومقاومة لبنان. إن شاء الله نطلع من هذا الربيع العربي بين هلالين إلى زمن العروبة الحقيقية طبعاً. الفعلية طبعاً. ونحن بأمس الحاجة لألا. نحن انتهى وقتنا. أنا بشكر كثير فيرا يمين عضو مكتب سياسي لتار المرد على المشاركة بهذه الحلقة. مشاهدينا الشكر الكبير لكم ولمتابعتكم، وإن شاء الله بلتقي فيكم بنشرة الظهر.